وخرجت ازاي بقى من الشخصية الصعبة؟ والله العظيم خرجت بعد يعني لو المسلسل خلص، احنا خلصنا تصوير 27 رمضان، انا خارج من الشخصية دي بعد العيد الكبير مثلا. لابسين والله بتتعامل بيه حتى في البيت بقوا خايفين مني، كل شويه اقعد اسرح وابص بصات غريبه اقول له ابعد عننا النور يقطع مثلا، لون النور عد 10 والنور هيجي. طيب والله العظيم فواحد اثنين تيجي على 10 النور يجي، لقيت مرات سابتني البيت لمده 10 ايام مش قاعده. والله العظيم ابتديت تخاف منك. انا مش قاعده في البيت. ابتديت تخاف منك. هو انت بالنسبه لك الموضوع كان تقمص قوي، كنت داخل في الموضوع؟ وما زال على فكره هو يعني الشخصيه اخرج منها وترجع لي تاني. لا انا ما زال ازاي؟ يوم ما زال ازاي؟